عليكم جميعا زملاء. من خلال الرئاسة الجليلة نطلب من الحكومة تقرير مفصل بالأسباب الموجبة للتعديل الوزاري، أم أنه فقط استكمال لعبة الكراسي التي ما زالت سائدة، حيث يخرج وزراء ويدخل وزراء ونحن كنواة وكشعب لا نعلم لماذا خرج ولماذا دخل. اليوم جلسة رقابية سعادة الرئيس، لا نرى فيها لا رئيس الوزراء ولا معظم الوزراء. لماذا؟ نذكرهم فقط في الوزير في مجلس الوردات البريطاني ومجلس الوزراء البريطاني الذي استقال فقط لتأخره 5 دقائق. اليوم لا نرى أحدا. سؤالي، من المستفيد من إضعاف صورة مجلس النواب بهذه الطريقة؟ جلسة رقابية يجلس فيها معظم النواب في 4 وزراء. أما بعد، نحن نطالب بتغيير نهج، نطالب بإصلاح سياسي اقتصادي شامل، نطالب بنزول أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة إلى الميدان ليروا بأم أعينهم الفقر والجوع والتهميش الذي يعاني منه الكثير من أبناء هذا الوطن، ليروا بأم أعينهم أن ليس كل مواطن يملك سيارتين وثلاث موبايلات، بل هناك من لا يملك كسرة خبز. نحن نطالب بأحزاب برامجية حقيقية، تذليل العقوبات بوجه الأحزاب الموجودة والتي تنوي أن تكون موجودة، لتضع هذه الأحزاب برامج حقيقية فاعلة لتصل يوما من الأيام إلى سدة الحكم هنا في مجلس الوزراء. أما القضية الأخيرة، معلش هاي مهمة، نشارك الزملاء بحزن على المدنيين الأبرياء في الغوطة الذين استخدموا كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والمرتزقة. من هنا نقول لماذا لم نرى هذا الإحساس المرهف بحق أطفال اليمن وأطفال غزة وأطفال القدس؟ أمانهم مختلفون. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جميل جميل رفيع. رمل الأنباء، قمر الحقيقة.